شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد مساء أمس الحفل الختامي لمنافسات النسخة 13 لبطولة كأس الملك حمد الدولية للغولف. وقد احتضن البطولة ملاعب النادي الملكي للغولف بتنظيم من الاتحاد البحريني للغولف وبمشاركة 90 لاعبا محترفا وهاوي يمثلون 18 دولة. بهذه المناسبة قال اسم الشيخ خالد بن حمد إن الغولف البحرينية تحظى برعاية فائقة من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي ساهمت في تحقيقها للإنجازات والتميز في مختلف البطولات الخليجية والعربية والدولية. أكد سموه أن منافسات بطولة كأس الملك حمد الدولية للغولف مهدت الطريق للاعبي الغولف في البحرين نحو الاحترافية في هذه اللعبة، وذلك بتمتعها بمستوى احترافي ومنافسة قوية من المشاركين، مما أتاح الفرصة للاعبي البحرين في هذه الرياضة للتنافس مع العديد من المحترفين الدوليين، والذي انعكس على اكتسابهم للمزيد من الخبرات وتطور مستوياتهم الفنية، وانعكس ذلك على الارتقاء بالمهارات الذهنية والتكتيكية لديهم، والذي زاد من قدراتهم على تقديم المستويات الكبيرة والمنافسة في الوصول لمراكز متقدمة وإحراز نتائج مشرفة. أشاد سموه بالمستويات المتميزة التي شهدتها جولات البطولة وروح المنافسة والاحترافية فيها، وبالمشاركة الدولية الواسعة التي حظيت بها من مختلف دول العالم، والتي تعزز من الموقع الرياضي لمملكة البحرين على خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، والتي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط التي تصب في دعم السياحة الرياضية في مملكة البحرين. خلال حفل الختام قام سموه بتدشين كتاب تاريخ الغولف في البحرين قصة نجاح نرويها، وهو يحكي تاريخ ممارسة الغولف في البحرين ونشأة اللعبة ومراحل تطورها والإنجازات التي تحققت في هذا المجال على المستوى المحلي والخليجي والعربي. والكتاب من تأليف عبد الله بن سعيد الكعبي وإصدار الاتحاد البحريني للغولف. بعدها تفضل سموه بتكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة. من جانبه ألقى رئيس الاتحاد البحريني للغولف اللواء الركن علي بن صقر النعيمي كلمة بدأها برفع أسميات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم جلالته للرياضة البحرينية بصورة عامة والغولف البحرينية على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذه البطولة الغالية على الجميع احتلت اليوم موقعا مرموقا في المنطقة. في الختام وجه رئيس الاتحاد البحريني للغولف شكره وتقديره إلى جميع الرعاة الذين دعموا البطولة خلال مسيرتها منذ انطلاقتها في عام 2007، مؤكدا أن هذا الدعم هو سبب في استمرار إقامة البطولة سنويا، ومهنئا الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحترفين والهواة، ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين.